وحول هذا الموضوع يسرني أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار دكتور شيخ خالد الخليفة الأكاديمي وعضو مجلس الشورى السابق. شيخ نرحب بك بداية وشاكرين لك تواجدك معنا هنا في استوديو مركز الأخبار. الشيخ ربما يعني قرب انتهاء المهلة الإضافية لرد قطر على مطالب الدول الأربع، بلا شك يعني الرد لم يكن إيجابي، فما تعليقكم على ذلك؟ في الواقع يعني القيادة القطرية أو القيادات القطرية بالأحرى، لأن هناك أكثر من قيادة قطرية يبدو في قطر، مرتبكة وتتخبط. انظر إلى تصريح وزير الخارجية قبل انتهاء المهلة الأولى بيومين، صرح بأن قطر ترفض هذه المطالب. ثم يوم ثاني في الواقع قطر تطلب تمديد المهلة يومين، يعني فرق بين الرفض وبين التمديد. ثم انظر إلى يعني تصريحات وزير خارجية قطر التي لأول مرة أشوف الحقيقة أن وزير خارجية يعترف بأن دولته ترعى الإرهاب، وإن كانت في مؤخرة القائمة كما ذكر، ولكن لا يوجد دولة في الحقيقة توافق على أن تعترف أمام الملأ في إيطاليا وأمام كل الصحافة والتلفزيونات العالمية بأنه يدعم الإرهاب. مشكلة قطر في الحقيقة مشكلتها هناك ازدواجية، هناك تخبط، هناك ارتباك. تسمي المقاطعة بحصار، والحصار أداة في الحقيقة اتخذ أثناء الحروب، حصار مدينة، حصار بلد إلى آخره، ولكن المقاطعة في الحقيقة تحدث حتى في بيت من أي بيوت بين الإخوان داخل بيت واحد. فلذلك طبعا الرباعي العربي اختار المقاطعة لأنها أداة قانونية دولية وأخوية أيضا، يعني أنت في النهاية لا تريد أن تصعد إلى تلك الدرجة التي تصل فيها إلى حروب. وبالتالي اعتقد بان يعني قطر لديها في الحقيقه يعني مخيله انها تعيش في اجواء حرب واجواء عسكريه، وهذا في الحقيقه على الجانب الاخر في الرباعي العربي لا يوجد هذه او لا توجد هذه الفكره بتاتا. يعني بالعكس انا اعتقد بان الاتحاد او الرباعي العربي في الحقيقه يعني اخوي اكثر في الحقيقه من طيب. من ما هو معمول به في هذه الحالات في على مستوى الدولي. يعني طيب في سياق ما ذكرته الشيخ الان في حاله التخبط والارتباك وايضا اختلاف الردود الرسميه القطريه، بوجهه نظرك يعني كيف ستتعامل الدول الاربع في حال يعني رفضت قطر هذه المطالب بشكل ضمني؟ قطر لديها الآن ثلاث حالات. الحالة الأولى طبعا رفض تام، الحالة الثانية الموافقة على كل البنود المطالب، والحالة الثالثة التي في الحقيقة الموافقة على جزء أو بعض المطالب. وأنا أعتقد بأن قطر سوف يعني مما عهدناه سابقا أنها سوف تحاول أن تماطل وتسوف وتطول، وبالتالي سوف تلجأ للخيار الأخير وهو يعني الموافقة على بعض البنود التي أدت في المطالب. نعم. لكن هناك مشكلتين مع قطر. المشكلة الأولى مشكلة الثقة التي انعدمت بين قطر وبين دول الخليج، ومشكلة الضمانات. يعني حتى لو وافقت قطر على بعض المطالب هذه، هل هناك ضمانات لي؟ لأن احنا عرفنا طبعا من السنوات الماضية من 2014 بأنها في نفس الوقت التي كانت يعني تتعهد تميم يتعهد لدول الخليج، في نفس الوقت كان يتفاوض مع إيران على توقيع اتفاقيات أمنية وحدودية ومكافحة الإرهاب وغير ذلك. نعم. مع إيران وكيف يمكنك في الحقيقة أن تثق في شخص من هذا النوع، وما هي الضمانات؟ يعني في النهاية أنا أعتقد بأن اجتماع وزراء الخارجية في مصر سوف يركز على قضية الضمانات أيضا. صحيح. إذا الدكتور الشيخ خالد الخليفة الأكاديمي وعضو مجلس الشورى السابق، كل الشكر والتقدير لك. شكر لكم.